مساء الخير عليكم متابعين الكرام، مرحبا بكم في قناتكم أمنا في المهجر، ومرحبا بالناس الجدد اللي دخلوا معنا وحتى هذوك اللي ضربوا طلة خفيفة. مرحبا بكم كامل، وإن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا رب العالمين. والوصفة تاع اليوم راح نشوفوها مع بعض هي لودو كابيو، راح نشوفوه في الفوخ. فوالا هذه هي، يجي بزاف بنين، وصفة يعني ما فيهاش مقادير بزاف. نشوفوها مع بعض، نتمنى الوصفه تنال اعجابكم. نبداو على بركه الله. عندي هنايا قطعه تاع لودو كابيو، وهنايا مش عندي، عندي زوج حبيبات قارص. فوالا نسحق زيست دو سيترون، نسحق دي رونديل يعني طوائف تاع سيترون، نسحق كذلك جو سيترون يعني عصير الحامض. عندي هنا معدنوس، الفلفل الكحل والملح، هذا واش تسحق في زيبيس. عندي هنايا واحد الخمسة حتى ست مغارف عفوا تاع زيت الزيتون، هذا واش نستحق. حاجه الاولى اللي نديرها هي نحي لو زيست دو سيترون ونعصرو، نحطهم على جنب ونكملوا الوصفه مع بعض ان شاء الله. في بضاضري بدون ولك هيك نوسى الجريل زمان، ليلي وليلي ليلي وليلي سلتا سنو بسيط، وحاول تغني في حاول أغني في بضاضري بدون ولك هيك نوسى الجريل زمان، ليلي وليلي حاول تغيفي يا حاول تغيفي بدا دوري للوا واسمع ربنا يا سيدي لحا ليلي ويا ليلي ليلي ويا ليلي سلتا سلو مسجي وحاول تغيفي حاول تغيفي بدا دوري للوا واسمع ربنا يا سيدي لحا في بضا دوري لدو وهي وهي اسمو الناري غدو ذنو ليلي وليلي منو يمنو سلفت السنو مسيدي وحاول اغريبي وحاول اغريبي بضا دوري لدو وهي اسمو الناري غدو ذنو لهنا البنات بعد ما قطعت المعدنوس، شفتوني كيفاش قطعته؟ ما قطعتوش رقيق بزاف يعني ظاهر. فوالا هنايا في الصحن اللي راح ندخلو في الفرن، انا عندي الصحن تاع بيغيكس، داك ما عندك يعني الصحن يعني ماشي بيغيكس، ولا تقدري ديري له بابي كويسون هكذا باش تتفاداي يعني الحوت تاعك ما يلصقلكش في القاع. هنا درت زيت الزيتون من الفوق ومن الاسفل، فلفل كحل والملح، معدنوس من الفوق كما راكم تشوفوا معايا، زيت الزيتون. انا كي كان في الفرن يعني في الفرن لو زيست دو سيترون، هنا كي كان في الفرن رميت له شويه عصير تاع الحامض يعني جو سيترون،
تقدري انتي اخت الكريمه ديري في هذه المرحله هذه. الفرن سخنتو على درجه الحراره 175، خليه يطهي واحد 20 دقيقه. وانا واش رافقت مع لوبيا مشطو، كاين اللي ما حبوش ياكلوا لوبيا مشطو، درت معهم غير الوراقي تاع لاماش، يعني السلاد اي سلاد. دونك لوبيا مشطو تقدري تغليها كيما تقدري تفوريها، انا فورتها، يعني فورتها في فاكولت مينوت واحد 3 مينوت. غلي معايا الماء، درت الكسكاس هذاك وخليتها 3 مينوت على يعني عافيه مهيله ماهيش مجهده. وكنت وجدت لهنا لي كلاصون درتهم في الماء حتى الماء تاع كيما نقولوا حتى العين راه بارد، دونك درت فيه لي كلاصون باش نحتفظ على اللون تاع لوبيا مشطو تاعنا وتجي تشد يعني تحكم روحها. ما نخلوش دائما بيان سور لوبيا تاعنا طيب بزاف حتى وين يتلف اللون تاعها طيح تدبال تولي ما فيها ني بنه لي فيتامين ني والو، حتى المنظر تاعها ما يجيش شباب. دونك ما نطيبوهاش بزاف بزاف. هنايا بعد ما قطرتها خليها تقطر. هنا اللي تحب دير الزيت زيتون في هذه المرحله كي تجي تصوتي لوبيا مشطو نورمال عادي، انا ولات يحبوا الزبده درت لهم زبيده واحد ملعقه كبيره. على فكره يعني ما حتى كي تكون في المقله لوبيا مشطو ما نضلوش نخلطوا فيها، يعني سواء بالملعقه تاع لوح ولا بملعقه يعني عاديه ما نخلطوهاش بزاف. ترفتي المقله تاعك يعني كما تشوفوني عاده نعملها، يعني كما نحنا تصوتيها ترفتي يعني تقلبيها باليد تاع المقله ترفتي و تعملي هذيك الحركه يعني المشهوره فوالا. مع تنس الفلفل الكحل هنا درت الثوم قطعتها قطع كما راكم تشوفوا معايا كما قلت لكم، مع تنس الفلفل الكحل والملح. غير نحسب يعني هذاك الثوم تاعي يعني بدا يتبدل اللون تاعها، شفتوا اللون تاع الثوم يعني تحسوا باللي هذيك اللوبيا شربت هذيك الزبيده يعني هذاك المعدنوس ثاني. نكملوا لها يعني نطفي عليها فوالا. انا هنايا كيما راكم تشوفوا معايا شوفوا اللون تاع الثوم يتبدلت شويه حتى اللوبيا مشطو يعني راهي تعبت هنا بزاف عليها. نطفي عليها ونشوفوها في الصحن التقديمي ان شاء الله. كما قلت لكم ترافقي حبيتي بلي بوم دو تير ثاني تيجي بزاف بنين. هنا كنت درت عليه عصير الحامض كما قلت لكم في وسط الطهي. هنا الدراري كاين اللي يحبوا ياكلوا لي القمح حضرت لهم يعني القمح، كاين يحبوا سلطه هكذا وحدها يعني الذوق. صراحة هو الفلفل تاعو يجي بزاف بنين. نتمنى تجربوا الوصفة ونتمنى الوصفة تكون عجبتكم بزاف بزاف، وإن شاء الله نتلاقاو في وصفات أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم.